أهلا بكم. هل ستكون تظاهرات 25 من أيار القاسمة للحكومة حكومة المنطقة الخضراء في العراق ردا على عمليات اغتيال الناشطين وامتدادا لثورة تشرين المطالبة بإسقاط العملية السياسية وأحزابها الفاسدة؟ هل عودة التظاهرات في العراق دليل على فشل الحكومة في إخمادها بالقتل الممنهج؟ وما تداعيات استمرار التظاهرات بمشاركة جميع نخب وفئات المجتمع العراقي رفضاً لحمامات الدم والواقع المتدهور بالفساد والقهر؟ هذه المحاور مشاهدينا الكرام نناقشها في حلقة اليوم من تحت الضوء بعد هذا التقرير، كونوا معنا. ثوار تشرين ينتظرون بشغف وحماسة يوم 25 من شهر أيار الجاري لانطلاق تظاهرة مليونية في بغداد رداً على عمليات اغتيال الناشطين وامتداداً لثورة تشرين المطالبة بإسقاط العملية السياسية وأحزابها الفاسدة. أكثر من عام ونصف مرت على انطلاقة ثورة تشرين أعطت خلالها مئات الشهداء وألاف الجرحى من أجل تحقيق أهدافها في نيل الحرية والكرامة. في مشهد انفردت فيه السلطة وميليشياتها بالمتظاهرين السلميين العزل قتلاً واعتقالاً وتعذيباً وتغييباً. الدعوة والتحشيد لتظاهرة مليونية جاءت لتعيد بدايات ثورة تشرين، فما زالت ذات الأسباب التي خرج العراقيون لأجل تغييرها، بل ازداد الظلم والفساد وامتدت يد الميليشيات لتسيطر على جميع مفاصل الدولة برعاية إيران التي تسعى إلى تعزيز نفوذها في العراق كل يوم. الحكومة الحالية بميليشياتها لم تدخر جهدا في مطاردة كل ناشط في تظاهرات تشرين واعتقاله أو اغتياله، فقد أشارت تقارير المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق إلى تسجيل 81 محاولة اغتيال ضد نشطاء وصحفيين مناهضين للحكومة منذ بدء التظاهرات. منظمة هيومان رايتس ووتش قالت إن عدم محاسبة الجماعات المسلحة على أعمال القتل التي تستهدف نشطاء وصحفيين في العراق سيلقي بظلاله على الانتخابات القادمة وينشر مناخ الخوف في صفوف المحتجين الذين دعوا إلى التغيير منذ تشرين 2019. الحكومة الحالية لم ولن تستطيع تحقيق مطالب المتظاهرين ولا تنفيذ وعودها الخاوية في ضبط الوضع الأمني والسيطرة على السلاح المنفلت أو تجاوز الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، فهي أضعف من أن تحقق شيئاً من ذلك لاعتمادها على نظام المحاصصة الطائفية وتحكم الأحزاب الفاسدة التي تشكلت منها، فضلاً عن خدمة الأجندة الإيرانية في العراق. بداية أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة. ضيفي في الاستوديو الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي العراقي، مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. وأرحب بالأستاذ عبد الكريم البياتي الكاتب والناشط السياسي، ينضم معنا عبر الهاتف من ستوكهولم. سيد عبد الكريم البياتي مرحبا بك. أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام. أهلا بك سيد الكريم. أيضا سينضم إلينا لاحقا سيد حيدر الساعدي الناشط السياسي. أبدأ معك أستاذ حسين السبعاوي، تظاهرات 25 من أيار في العراق، كيف ترقب أو تراقب هذا التحشيد الجماهيري لهذه المليونية؟ يعني أنا أعتقد هناك استعدادات قوية لهذه التظاهرات. اليوم يعني تقريبا منذ يومين أو ثلاثة وإلى الآن هو ترند العراق على تويتر هو الدعوة لهذه التظاهرات. نعم. الترند يعني معناها هذا الرأي العام بالضبط. للتظاهرات. أعلنت كثير من الجهات يعني على مستوى الأفراد وعلى مستوى المنظمات والاتحادات المشاركة في هذه التظاهرات مثل اتحاد طلبة بغداد واتحادات الأخرى في المحافظات الأخرى، هذا كله يدعو إلى هناك تنظيم عالي المستوى، هناك دعوة كبيرة، هناك مشاركة ستكون واسعة. الأخرى أنه بعض المحافظات في يعني ناشطين في بعض المحافظات في المدن المنكوبة أعلنوا أيضا ستكون مشاركة مثل مدينة صلاح الدين تكريت. هذه يعني لأول مرة يعني هذه بعض من هذه المحافظات ستكون ستشارك في هذه الانتفاضة، فأعتقد الانتفاضة ستكون يعني هذه التظاهرة ستكون كبيرة، سيكون يعني لها أثر واضح. وبنفس الوقت الدعوة لهذه التظاهرات وفي هذا التوقيت مهم جدا. من أهمية هذا التوقيت أنه سبقة الانتخابات أو قبل الانتخابات لكي تضع مفاصلة ما بين من دخل يريد تمثيل
الثوار في هذه الانتخابات أو يركب هذه الموجة، ومفاصلة ما بين الثوار الذين يرفضون العملية السياسية الفاسدة مطلقا. لهذا السبب بعض القوائم الانتخابية دعت بأنها تمثل تشرين، الثوار تشرين، فبالتالي تحتاج هذه الدعوة إلى رد، والرد ليس بنعم أو لا من خلال أفراد أو ناشطين فقط. هذه الدعوة لهذه التظاهرات، يعني هم مشاركون في الحكومة ويعني يقولون إن لا قدموا أسمائهم كمرشحين في هذه الانتخابات، ادعوا بأنهم هم يمثلون ثوار تشرين. ولهذا السبب هذه الانتفاضة وهذه التظاهرات الدعوة هذه تثبت أنه ثوار تشرين لم يشاركوا في هذه الانتخابات، لم يؤمنوا بهذه العملية السياسية، هدفهم التغيير السياسي الشامل في العراق، لأنه ثوار تشرين يحملون فكرا وثقافة ورؤية لإدارة الدولة مختلفة كاملا عن القائمين على السلطة الآن. نعم أستاذ عبد الكريم البياتي الكاتب والناشط السياسي، هذه التظاهرات أو هذه التحشيدات لتظاهرات مليونية يوم 25 أيار يبدو أنها تحمل الكثير. هذه التظاهرات جاءت امتدادا لثورة تشرين المطالبة بإسقاط نظام المحاصصة في العراق. نرى أن هذه التظاهرات مستمرة سيد عبد الكريم، واستمدت جذورها من واقع المجتمع العراقي المتدهور نتيجة العملية السياسية. ترى ما هي الصفة التي يعني تجعل هذه التظاهرات وهذه التحشيدات تختلف عن التحشيدات التي سبقتها؟ تختلف هذه التحشيدات أخي العزيز، تعتبر هذه التحشيدات تحشيدات عامة وجاءت على أثر تظاهرات سابقة، فبالرغم من مرور أكثر من سنة ونص على قيام هذه الثورة المباركة والمراهنة بأكثر من مرة بالقضاء على هذه الثورة وأبطالها من نشطاء الأحرار ومثقفيها وطلابها وطبقاتها المختلفة وبدعوات شبيهة لما جرب تشرين الأول عام 2019، فلقد أثبت أبناء العراق الأحرار أن هذه الثورة لن تنطفئ وأن صوت الشعب لن يموت حتى زالت هذه الطغمة الحاكمة والمتسترة على الفساد المنتشر كل مفاصل الدولة وأجهزتها، والسيطرة على السلاح المنفلت بيد الميليشيات الولائية وغيرها من الفصائل اللي تورطت بدم أبناء الشعب العراقي وأوغلت في سفكه، ونتيجة لأسلوب الكذب المبتذل ومنهجية الضحك على الذقون المتبعة من قبل رئيس الحكومة الحالية الكاظمي وعطائه لوعود هو غير قادر على تنفيذها، وأبسطها من أن يكون ولي دم الذين اختيلوا من الناشطين على رأسهم المرحوم الناشط هشام الهاشمي ومواكبه من حصيلة اختيال لأكثر من 90 ناشط وأكثر من 900 متظاهر بشكل عام، آخرهم من النشطاء الفاعلين مسؤول تنسيقية كربلاء رحمه الله المرحوم إيهاب الوزني، وبالرغم من قيام العديد من الجهات السياسية التي أرادت من خلال خطابها التحريضي على الاحتجاجات إنهاء أي محاولة لإحياء مظاهرات تشرين التي أرعبت القوى السياسية والتي كانت سبباً في إقالة حكومة عادل عبد المهدي، فجاءت اليوم دعوة أخوتنا الأحرار بإعادة هذه الثورة يوم 25 آيار هو عامل إثبات لعكس ما نسمعه في هذه الأيام من أن الانتفاضة خف صوتها وقل زخمها وانكفأت إلى داخلها، أو إنها انتهت ولم يبقى منها سوى أصوات متفرقة، أو إنها قبلت بالتسليم زمام أمورها بيد حكومة الكاظمي، فهذا ضلال مبين، فالثورة ما زالت جذورها ممتدة في معظم المدن العراقية، فهي الآن في أكثر من 10 محافظات، والأهم من ذلك كله أن الثورة مصرة على تحقيق كامل أهدافها وفي مقدمتها الكشف عن قتلة الناشطين والمتظاهرين وكذلك إسقاط العملية السياسية المبنية على المحاصصة الطائفية، وخير دليل على ذلك أن الثورة لن تهدع بالتعديلات الجزئية لقانون الانتخابات ولا بكذبة إجراءات انتخابات مبكرة أو كذبة تقديم الخدمات أو كذبة التحقيق الحكومي وتقديم عنصري أمنية ككبش فداء لإثبات التهم عليهم بأنهم من قتلوا العديد من المتظاهرين، فلم تعد هذه الأكاذيب تنطلي على الشعب العراقي، وحيث يعرف الأغلب أن تلك التحقيقات لم تنصف ذوي المقتولين من النشطاء رحمهم الله ولم تبين يعني الحقيقة الدامغة بذلك. بالإضافة إلى أن ما ورد من مطالب تتعلق بمكافحة الفساد وتقديم كبار الفاسدين في القضاء كبار الفاسدين في القضاء والتعديلات الدستورية مطالب صرحت بها حكومة الكاظمي أنها معقدة وصعبة التنفيذ، فكبار الفاسدين هم من السياسيين
وفواعل مهمين على الصعيدين المحلي والإقليمي، وهم جزء من بنيان تحالفات تشكيل الحكومة الحالية. خروجهم ومقاضاتهم سيعني انهيار العملية السياسية بالكامل، وهذا ما لا تقبله الدول الإقليمية المتآمرة على العراق وشعبه، نظرا لكون الحكومة ميليشياوية ومسنودة بدول إقليمية لم تخفى على الجميع. سيد عبد الكريم، ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ حسين السبعاوي، ناشطون في كربلاء ينتقدون تشكيل حكومة الكاظمي، لجان التحقيق بشأن قضية اغتيال الناشط إيهاب الوزني دون محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. هنا ترى أن مصطفى الكاظمي يقول أنه انبثق من ثورة تشرين، أنه جاء من ثورة تشرين، وأنه جاء من ضمن مطالبات ثورة تشرين، وتعهد بعد أن تسلم منصبه بتسليم قتلة المتظاهرين إلى القضاء العراقي لينالوا جزاءهم، ولكننا نسمع جعجعة منذ زمن ولم نرى طحينا، والمتظاهرون الآن يعني يطالبون بإسقاط النظام المحاصصة بالكامل، لأنه جميع الحكومات التي جاءت للعراق بعد احتلاله يعني تقوم بصياغة شعارات ولا تطبقها. هل ترى أن الحكومة، حكومة الكاظمي بتشكيل لجان التحقيق الآن، قد حققت أهداف الشعب العراقي؟ هل يريد الشعب العراقي أن يعيش وقمة أهدافه تشكيل لجان لتسليم قتلة المتظاهرين؟ لا، يعني قضية اللجان من 2003 وإلى الآن كل ما يحدث حدث إرهابي أو إجرامي أو استهداف لمواطنين تشكل لجان وبدون فائدة. فناشطي كربلاء يعني محقين في هذا، يعني منظرون إلى اللجان السابقة ما هي كانت النتيجة. والموضوع ليس فقط عند الكاظمي، حتى ما قبل الكاظمي كانت نفس الأسلوب. إذا أرادوا أن يعني يدفنوا قضية ما يشكلون لها لجنة ثم تموت هذه القضية، وهذا الشعب العراقي يعني أصبح على وعي تام بأنه إذا أرادوا يعني التحفظ أو الحفاظ على المجرمين تشكيل لجنة. هل هذا الأمر يخفى على المتظاهرين أو على الشعب العراقي عندما يقول رئيس الحكومة أنه انبثق من ثورة تشرين في حين أنه مرشح للأحزاب؟ لا، أنا جايك على هذا الجواب. يعني السيد الكاظمي هو ليس من ثوار تشرين، هو كان رئيس جهاز المخابرات الذي لم يستطع القاء قبض على أي متهم ولم يحاسب أي متهم من تشرين. بنفس الوقت هو جاء بصوت عليه البرلمان العراقي، وخاصة كتلة الفتح وسائرون والنصر هي التي اتفقت على أن يكون الكاظمي رئيس الوزراء. هذه الحقائق اللي يجب أن تقال، ولا يمكن أن يكون السيد الكاظمي هو يمثل ثوار تشرين. ثوار تشرين لديهم مطالب سياسية واضحة، مثل ما ذكرت لهم رؤية واضحة، لهم توجه سياسي واضح معلوم. هم ليسوا طلاب خدمات ولا طلاب وظائف، هم لديهم توجه سياسي مختلفين مع لهم مشروع مختلفين مع إدارة الدولة بالكامل. لهذا السبب الكاظمي لا يستطيع أن يفي بهذه المطالب، وهو لن يمثلهم، بل هو جاء يمثل هذا البرلمان الذي صوت عليه أن يكون هو رئيس الوزراء. ولهذا السبب هو عاجز عن محاسبة أي يعني أي قاتل من قتلة المتظاهرين، لأن هؤلاء القتلة بالتالي لابد أن ينتمون بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى هذه الكتل التي تحتوي على ميليشيات، ومن ثم ستقوم بإسقاطها وحجب الثقة عليه. الكاظمي نعم ليس دمويا، ولكنه لم يكن ضعيفا، هو يقوم بتكامل أدوار مع ما يجري على الساحة العراقية. نعم، ينضم معنا السيد حيدر الساعدي الناشط السياسي من ستوكهولم. سيد حيدر، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد حيدر الساعدي، هذه الثورة، هذه التظاهرات جاءت مطالبة بإسقاط النظام السياسي بسبب ما عاناه العراقيون منذ احتلال العراق وإلى الآن من تدهور في على جميع الأصعدة، ونتيجة اغتيال الناشطين الذين يطالبون بتغيير الواقع العراقي نحو الأفضل. ما هي يعني أبرز صفات هذه الثورة، خصوصا المليونية القادمة يوم 25 من أيار؟ ما هي مصادر قوتها؟ السلام عليكم، وحييك وحيي قناتكم الموقرة وحيي ضيفك الكريم.
عزيزي، هي ثورة تشرين مكملة للثورات اللي صارت بالعراق بسبب الظلم والقتل والاضطهاد، وإحنا ما نريد نعيد بهاي المواضيع كلكم تعرفون اللي يصير بالعراق. نعم. بس اليوم الكاظمي هو أجى من رحم هذا النظام، يعني هو مو جديد على المنظومة السياسية، ومثل ما يدعون الأحزاب ويروجون أنه هو أجى من رحم تشرين، هذا الشيء خاطئ. وأتوقع أنه شهيد صلاح العراقي وبقية الشهداء قبلهم كانوا راضين واختالوهم، لأنه جهاز المخابرات هو الأرهاب الممنهج والحكومي الرئيسي اللي دا يشتغل بالعراق حقيقة. هاي اليوم الكاظمي هو من رحم الأحزاب، إجا ما يختلف عن عادل عبد المهدي ولا المالكي ولا غيره. اليوم الشعب العراقي من طلع على هاي المنظومة الفاسدة، قتلة العراقيين اللي جوعت العراقيين. اليوم أحب أوضح لك نقطة كلش مهمة أستاذ الكاظمي، قاعد نعمل عدة برامج ونرسل له إياه، نقول له فلان اللي قتل فلان تابع، إحنا نحكيها اليوم مسمياته، بعد ماكو شيء نضمه ولا فشي نخفيه على الشعب العراقي. اليوم الكتل اللي حطت الكاظمي هي اللي قاعد تقتل بالعراقيين، سائرون، عمار الحكيم، المراجع، هم ذولا سبب دمار الشعب العراقي وقتلونه، ودي يقتلونه على فكرة بفتاوي، يعني مو فشي انه مجهول عن الشعب العراقي، هذا شيء واضح. نعم نعم، شكرا سيد حيدر الساعد، وإليك مرة أخرى. سيد عبد الكريم البياتي، يعني هناك يعني من يظهر على شاشات الإعلام بشكل مباشر وصريح ويهدد المتظاهرين، يعني من داخل الأحزاب ومن داخل الكتل، يعني من البعض يقول أنه من أمن العقاب يعني استمر في جرائمه أو أساء الأدب وإلى آخره من أمور. من وجهة نظرك الآن، هذا الإصرار على ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد متظاهرين سلميين، هل يهدد التظاهرات المقبلة؟ كيف ينظر المتظاهرون وهم مصرون على تحقيق مطالبهم إلى هذه التهديدات؟ نعم، بالرغم من ظهور أبواق للسلطة من النواب الحاليين في مجلس النواب ووصفهم هذه المظاهرات بأبشع الشتائم والأوصاف، فهذا دليل كله على ان فشل الحكومه باستخدام كافه الاساليب القمعيه باخماد صوت الشعب، بالرغم من تحذيرات المنظمات الامميه، منها منظمه حقوق الانسان ومنظمه العفو الدوليه عن قمع صوت الشعب الحر. ما لا نستبعده من استخدام اساليب مكرره بالتعامل ويا الأحرار من أبناء شعبنا في تظاهرة يوم غد، من غلق الطرق وقطع الإنترنت ومجابهتهم بالإطلاقات الحية باستخدام القناصين مرة أخرى أو قنابل الدخان بطريقة التصويب المباشر على الجسم، أو حتى ضرب الهراوات لغرض تفريق المتظاهرين. والدليل على ذلك آخر ما حدث البارحة لتفريق متظاهري 404 الذين وعدهم الكاظمي بالتعيين على ملاك وزارة الدفاع، بالرغم من كون أغلب الفعاليات التي قام بها أحرار تشرين هي صمودهم بسلمية وبصدورهم العارية أمام القوى العسكرية اللي استخدمت الرصاص الحي والذي استشهد فيه مئات وجرح الآلاف لأجل تغيير حكومة فاسدة وبرلمان مزور ودستور ملغوم وقضاء مسيس ومؤسسات محاصصة طائفية وعرقية وميليشيات مسلحة وسلاح منفلت، والذي باتت هذه المطالب كلها تهدد السلطة بالانهيار الكامل، وهذا ما لا تقبله الدول الإقليمية من قيام حكومة وطنية مستقلة أو حكومة تكنوقراط أو ذات كفاءة واختصاص، وذلك لكون أن أي حكومة لن تستطيع تحقيق أي مشروع إصلاحي في ظل هيمنة الأجندات الأجنبية على العراق وأدوات المحلية المتخمة بالسلاح. فالحكومات مشروطة بوطنيتها بوجود دولة مستقلة ذات سيادة أرضا وجوا ومياها وحدود إقليمية لتكون قادر على اتخاذ قرارات لا مرجعية لا غير المصالح الوطنية. نعم، والتحصن ضد هذه التدخلات الأجنبية. نعم. ابقى معي لو سمحت. سيد حسين، قضاء مسيس في العراق، ميليشيات مسلحة، سلاح منفلت، هذا واقع في العراق الآن. كيف
تنظر إلى موقف المجتمع الدولي من كل هذه المعطيات في العراق؟ هل سيتغير موقفه؟ هل سيظل الواقع في العراق كما هو وأصبحت يعني أرقام عمليات القتل والاغتيالات للناشطين والرافضين لهذا الواقع يعني في تزايد مستمر؟ يعني أعتقد الموقف المجتمع الدولي منذ بداية التظاهرات إلى قبل أيام كان موقف ليس حتى محايدا، منحاز إلى الدولة وإلى نظامها القمعي، وقتل مئات من المتظاهرين وجرح الآلاف وهجر البقية، والمجتمع الدولي لم يحرك أي ساكن في العراق. لكن هناك بداية لتغير موقف المجتمع الدولي، بداية أنا أقول. كيف لمست ذلك؟ لمست ذلك أنه أعتقد غدا عندما تخرج التظاهرات سيعلن يعني أغلب المؤسسات الحقوقية موقفها من هذه التظاهرات إذا ما ردت الحكومة برد قمعي على هذه التظاهرات. هناك تغير في المجتمع الدولي، المجتمع الدولي لا يستطيع أن يحمي نظاما استبداديا يقتل شعبه إلى مدى بعيد. هناك صبر وهناك فرصة وهناك حدود وهناك وعود أنه إنهوا هذه التظاهرات بطرق السلمية. لا يستطيعون، هذه التظاهرات تحمل فكر كما ذكرت لك ومشروع. فبالتالي المجتمع الدولي بداية التغيير للتظاهرات وبداية رفع اليد عن هذا النظام واضح جدا. وأعتقد حتى النظام اليوم في العراق هو بداية تراجع وانكسار، وهو يتصدع من الداخل. تصدع النظام واضح من الداخل. لاحظ كيف الرئيس الوزراء يقول أنا أمثل ثورة تشرين، وهو في الوقت في نفس الوقت هم يعتبرون هذه الثورة هم أبناء سفرات وإلى آخره. هذا واحد. تناقضات واضحة. رئيس الجمهورية البارحة تحديدا أمس صرح بأن هناك 1,000 مليار مختلسة من الأموال العراقية بعد 2003. نعم. رئيس جمهورية. هذا تصدع داخل النظام، هذا ليس ناشطا سياسيا. هذا رئيس جمهورية وقبل رئيس وزراء ورئيس البرلمان كذلك. إذا النظام يتصدع من الداخل، مرة يريد أن يركب الموجة، ومرة يريد أن يمثل التظاهرات، ومرة يريد أن يلبي، ومرة يريد أن يقمع. هذا كله دليل على التصدع. النظام نعم يتراجع الآن، ليس كقوته السابقة. حتى القوات الأمنية اليوم غير مستعدة لقتل الشعب العراقي مقابل هؤلاء الطبقة الفاسدة. يعني يدرك أنه هناك مشروع سياسي ممكن أن يكون هو البديل لهذا النظام السياسي، وسوف يحاسب جميع القتلة سواء كانوا قوات أمنية أم سياسيين أم أيا كانوا. المشكلة يعني حتى ميليشيا. يعني فبالتالي أكو تغير، بداية تغير الموقف الدولي تجاه هذه التظاهرات. كثير من التقارير صدرت بشأن عمليات القتل والاغتيال ضد المتظاهرين. يعني مثلا الباحثة بلقيس والي في هيومان رايتس ووتش تقول أو تحذر من مستقبل قاتم للعراق، لأن من يقوم بعمليات القتل ميليشيات مرتبطة بالأحزاب وأيضا تعمل داخل إطار البرلمان. في هذا الأمر مهم، المجتمع الدولي لا يخفى عنه ذلك. نعم، لا يخفى عليه ذلك. وهذه ليست قضايا جنائية كما يتصورها القضاء العراقي، هذه قضايا إرهابية. اليوم اللي إذا هي ميليشيا منظمة تحمل سلاح تهدد الناس الآمنين، هذا هو الإرهاب. أما قتل شخصية ما أو شخص ما في طرق في منطقة ما، هذا يعتبر قضية جنائية. هو الموضوع ليس جنائي، هو الموضوع إرهابي. ولهذا أنا أقول أن هناك تحول في المجتمع الدولي، بداية تحول لا أبالغ كثيرا. ولكن السكوت لن يستمر على هذا النظام، على أي نظام قمعي يقتل شعبه، لأنه هناك شيء اسمه نظام دولي لابد أن يستقر، لابد أن هناك توازنات. النظام الذي لا يستطيع أن يحفظ شعبه ولا يحقق مطالبه، لابد أن المجتمع الدولي أن يرفع يده عنه. طيب. وهناك بديل. اليوم التظاهرات هي أصلح بديل للنظام الحالي. سابقا يقولون من البديل؟ حزب البعث وغيرها من هذه الكلمات. نعم. اليوم البديل لهذا النظام هو هؤلاء الذين يحملون مشروعا مدنيا ليبراليا يحمل هوية وطنية للجميع بغض النظر عن الطائفة والعرق والجغرافيا والمذهب والدين وإلى آخره. طيب. فبالتالي هؤلاء هم الأصلح أن يكونوا نظام، وقد هيئوا أنفسهم. اليوم لا تنظر لي فقط إلى ساحات التظاهرات، أو ادخل إلى داخل جلوب هاوس وادخل إلى داخل المواقع التواصل وانظر إلى الحوارات. فكر راقي وفكر يعني مستمر وبناء. نعم. 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 لهذا السبب هؤلاء هذه الانتفاضة ورجالاتها هم سيكونوا النظام البديل لهذا النظام الطائفي. هذه نقطة مهمة. أتحول إلى السيد حيدر الساعدي. سيد حيدر، يعني هذه التظاهرات أو هذه التحشيدات لم نسمع أن أحدا من الأحزاب
يعني يريد ركوب هذه التظاهرات، تظاهرات نقية شعبية، طبعا هي ممتدة أو امتدادا لثورة تشرين السلمية، وتحمل يعني صفات جديدة أن جميع الفئات المجتمع العراقي، النخب، الكفاءات، فئات المجتمع العراقي بمختلفها يعني مشاركة في هذه التظاهرات المقبلة. لماذا لم يستطع أحد ركوب موجة هذه التحشيدات؟ نعم، ببساطة لأنه هم انكشفوا، وأنا دائما أعيد عندي كلام دائما أقوله، أنه أنا فرحت لما ثورة تشرين 2019 ما حققت وعبروا للخضراء وسقطوا النظام. ببساطة هم يمتلكون السلاح وكانوا بنصهم مخترقين ثوار تشرين، هاي حقيقة. يعني لو عابرين كان النظام رجع لهم بس بغير صورة، يعني ويكون هم الأشخاص، لأن هم قلت لك يمتلكون المال والسلاح. هاي نقطة. النقطة المهمة اللي هسه هم رعب، هم تشرين رعب لهم حقيقة، بحيث ما يعرفون شنو يصرفون وياهم. ورغم القتل الممنهج، ورغم الاغتيالات، ورغم الخطف، ورغم الاعتقالات، ورغم التهم وبالأعراب، لأن هم هذا ديدنهم، ثورة تشرين باقية وصامدة. بما أنه ارتفعت الأصوات عليهم بالقنوات اللي تبث من إسرائيل وإيران، صدقني ارتفعت الأصوات عليهم، رادوا بس يضغطون عليهم ويحسسوهم أنه أنتوا انتهيتوا، أنتوا خلصت. قاموا المحللين السياسيين التابعين لهم يقولون ثورة تشرين انتهت. اليوم هو إثبات وجود ثورة تشرين، تقول لهم إحنا موجودين وبزخمنا وبقوتنا وغصبا ما عليكم رغم قتلكم ودماركم. بس اليوم أحب أعرضك على نقطة أستاذ. نعم. اليوم الشعب العراقي شنو يريد؟ اليوم يريد يجي رئيس وزراء ما عندهم هم عداء ويا شخص معين، ما عندهم لا سواء كان من أي طوائف، ما عندهم. اليوم يريدون رئيس وزراء يقاتل الإرهاب مثل ما قاتلوا داعش، يسمي الجهات الإرهابية بأسماء، يعتقلهم وتحت القضاء. يعني ما نريد احنا نقتل ميليشيات، احنا تعبنا، الشعب العراقي تعب. فاليوم الشعب العراقي محتاج نقطة واحدة، انه يسمي الأشياء مسمياتها. بما انه هو اجى من هاي المجاميع الإرهابية فما يقدر، والشعب العراقي واعي لهذا الشيء. نعم. أستاذ حسين، لماذا لم يستطع أحد من المشاركين في العملية السياسية في نظام المحاصصة من الأحزاب ركوب موجة هذه التحشيدات للخامس والعشرين من أيار المقبل من وجهة نظرك؟ يعني لا يستطيع أحد ركوب موجة هذه التظاهرات، وخصوصا من داخل النظام السياسي. لماذا؟ لسببين. أولا، عندما يكون رجل طائفي سياسي طائفي موجود في السلطة، وهذه التظاهرات هي تدعو إلى دولة مدنية، كيف تقنعني بأن هذا الطائفي تحول بليلة وضحاها إلى رجل مدني ليبرالي يدعو إلى دولة المواطنة؟ هذا الأمر غير ممكن. لهذا السبب هذه التظاهرات من الصعب جدا ركوب موجتها، خصوصا من ناس ميليشياويين وطائفيين. هذه التظاهرات عنيدة طيب ومصر على تحقيق أهدافه ولا تنكسر. فاليوم اللي يريد مثلا يطلع لنا أي شخص ما هو إما عرقي أو طائفي أو ويقول أنا تشريني، طيب ما الذي تحول بك؟ ما زلت أنت ذاك الطائفي ذاك الذي تدعو إلى التدخل الخارجي؟ ما زال ولاءك لإيران واضح وجلي. هذا الأمر ما عاد ينطلي. الدولة المدنية غير الدولة الطائفية. طيب. الدولة المواطنة غير دولة الميليشيات، دولة المؤسسات غير دولة الميليشيات. فركوب الموجة ليس بالشيء البسيط الذي يظهر. النقطة الأخرى، هذه التظاهرات يا سيدي ليست مطالب إدارية خدمية حتى يأتي بناس ويوظفهم ويذهب تذهب البلدية إلى منطقة ما وينظفها ويقول أنا ابن تشرين. ليست هذه مطالبها، مطالبها تغيير نظام سياسي لأنها تحمل مشروعا سياسيا للدولة العراقية، نقطة راس. ما ممكن يقنع بعض المتظاهرين، بعض الذين جاءوا يطالبون بوظائف ومن خلال تعيينات وعقود ويقنعهم ويصبح يركب. هل تتوقع هذه التظاهرات في ثورة تشرين؟ من المستحيل وغير ممكن ركوب موجتها. آلاف الجرحى، آلاف المصابين، آلاف المعاقين، مئات الشهداء في ثورة تشرين منذ عام ونصف،
هل تتوقع أن تواجه أيضا هذه التحشيدات بالقمع؟ أنا أعتقد القمع لم تخلى عنه النظام في العراق، ولكن بنفس الوقت الثوار يدركوا قمع النظام، وبنفس الوقت هم مصرين على تحقيق أهدافهم. العاملين يعني خلونا نقول مد وجزر، المتظاهرين مصرين على تحقيق أهدافهم، مصرين على النزول بالشارع، لم يرهبوا من القتل. يعني اليوم احنا ما نتكلم عن مقتل اثنين او ثلاثة، مع الناشطين يعني مع قيادات التظاهرات ما يقارب اكثر من 1000 مواطن ناشط متظاهر قتل، الاف الجرحى قتلوا، المئات الان مهجرين او الالاف من المهجرين خارج مناطق التظاهرات. مع هذا هذه التظاهرات مصرة على اداء دورها وعلى تحقيق اهدافها. نعم. بنفس الوقت ما زال لحد الان رئيس الوزراء العراقي وهو القائد عام القوات المسلحه ليس له اي ولايه على الميليشيات. فبالتالي هذا الصراع يستمر، ولكن الغلبه ستكون للمتظاهرين، لانه لا يمكن لمجتمع دولي يترك هؤلاء القتله يقتلوا هؤلاء المتظاهرين السلميين ويتفرج عليهم. هذا غير ممكن ولا يستمر. وايضا حتى القوات الامنيه لا يمكن لها ان تقتل ناس ابرياء من ابناء جلدتها مقابل بقاء واحد سياسي سارق او فاسد او طائفي. نعم. هذا لا يمكن ان يستمر. طيب سيد عبد الكريم البياتي، ثوره تشرين جميع منذ ان انطلقت هي يعني تظاهرات عراقيه تدعو الى يعني نهضه العراق والنهضه بالواقع العراقي واسقاط نظام فاسد لم يعني يأتي للعراقيين بشيء سوى الخراب والتدهور وملفات الفساد وإلى آخره. هذه التظاهرات لها مطالب ولها أهداف، ما أهمية أن تكون هذه الثورة أو هذه التظاهرات مدعومة بشكل رئيس من المحافظات، لا سيما ثوار محافظة كربلاء؟ بالضبط اللي فهمته من سؤالك. ممكن اعاد السؤال بالزحمه لان الصوت يعني نعم يعني ناشطون في كربلاء يعني يقولون ان الواقع في العراق لابد من تغييره، وجميع لجان التحقيق ويعني التي شكلها مصطفى الكاظمي رئيس الحكومه وما ومن قبله من الحكومات لم تاتي بجديد، ولم يسلم احد من قتله المتظاهرين للعداله، وكل الواقع العراقي هو يعني ثابت لم يتغير من سيء إلى أسوأ. ما أهمية أن تدعم أو يدعم ثوار كربلاء الثوار في بغداد؟ عامل دعم الثورة بكافة محافظات العراق وليس المحافظات الجنوبية فقط. نعم. هو عامل استمرارية لهذه الثورة المباركة. من أهم وأعظم النقاط اللي تحققت في هذه الثورة هو استعادة ثقة العراقيين بقدرتهم على التغيير وفرض إرادتهم على السلطة، وهذا الشعور عاد للعراقيين بعد أن فقدناه يعني منذ عشرات السنوات، بالإضافة أنه كشف حقيقة الطبقة الحاكمة أمام الرأي العام والعالمي واستعدادها للقتل تبقى بالسلطة خلاف كل الدعاءات الديمقراطية وأساليبها القذرة بالتحريض والتسقيط الإعلامي. وعدت هذه الثورة هي أول محاولة تجبر حكومة على الاستقالة منذ أكثر من نصف قرن، زين، وأول مرة يكون لرأي العراقيين دور أساسي باختيار حكومة جديدة على عبر إجبار الأحزاب الحاكمة على تغيير أسماء مرشحة لكي تكون لرئيس وزراء قادم للعراق. بالإضافة أنه فرضت وجبرت هاي الثورة بدعم من المحافظات واللي قدموا أبناء شعب هذه المحافظات الاستمرارية لدعم هاي الثورة وامتدادها لحد هذا اليوم، زين. ففرض حزم يعني فرضت حزمة حتى من الإصلاح الانتخابي اللي هو غير مسبوق بالنسبة للطبقة السياسية اللي جت. طيب. ما بعد. ولكن سيد عبد الكريم، طبعا هذه المعطيات التي تفضلتم بها أيضا مع بقاء السلاح منفلتا، مع بقاء النفوذ. نعم. نفوذ الميليشيات والمدعومة من الكتل والتي لا تريد التغيير في العراق، ما نعم. فائدة أن يكون هناك مثلا مرشح من الأحزاب يعني في حالة من يصفها البعض أنها نوع من كسب الوقت، نوع من امتصاص غضب شعبي جماهيري في ساحات التظاهر، نوع من إعطاء المبررات
مع استمرار عمليات اغتيال الناشطين الذين هم يعني يعتبرون الصوت لهذه التظاهرات، يعني هذه المعطيات باستمرارها هل تتوقع أن تضيف لها هذه التحشيدات المليونية شيئا إيجابيا يدعو إلى أن تكون هذه أو تؤدي بالتالي إلى قصم ظهر هذه الحكومة التي لم تقدم شيئا للعراقيين؟ بالضبط، بالرغم من كل ذلك استمرارية الثورة ومطاولتها أكبر دليل يشير إلى أن الثورة في طريقة للانتصار، لتوفر جميع عناصر القوة فيها من قيادة وتنظيم وإدارة وآلية عمل إلى جانب بروزها ثورة وطنية تحظى بتأييد عموم الشعب العراقي، وعلى رأسهم التنظيم الطلابي وحتى التنظيم النسوي اللي برز بشكل فاعل وأسند جميع ساحات التحرير والاعتصامات، بالرغم من قيام العديد من أبواق السلطة والسياسيين الحاليين بمجلس النواب المرتبطين بجهات إسلامية بالتحرير عليها. زين، وحتى يعني اتهامها بالعبث بالدوائر الحكومية وغيرها، يعني حتى بات الدفاع عن إسلامه وأقلامها المجهول على أمر يعني صعب ومخجل، إن هذه الثورة اللي خرجت من رحم شعب عظيم لو مواقف مشهودة في مقاومة الظلم والطغيان والدول المحتلة لم تأتي من فراغ وليس مقطوعة الجذور عن ماضيها المشرف. وعلى الرغم من القفزة النوعية اللي حققتها مثل هذه الثورة وبهذه المواصفات، لا بد لها من تحقيق نصرها النهائي عاجلا وليس آجلا بإذن الله، وخصوصا أن الثوار قد أثبتوا قدرتهم على الصمود واستعدادهم للتضحية والفداء، وإعلانهم شعار في جميع ساحات التحرير يقول للذين يهددون باستخدام القوة ستجدون ألف ثائر في الأمام وألفا آخر ينتظر. وفي كل الأحوال حقيقة ثابتة التي يجب أن لا ننكرها، أن ثورة تشرين الأول كانت وستبقى مؤشر على إرادة الشعب العراقي وعدم استسلام القوى الشعبية الصاعدة فيها أمام فساد وجبروت الأحزاب والفصائل الولائية، واستعداد جيل الشباب الثائر لتقديم أغلى التضحيات من أجل تحقيق أهدافه بإنقاذ الوطن من براثن دكتاتورية الأحزاب ومشاريع الإقليمية المشبوهة والبناء مستقبل مغاير للوضع المتدهور الحالي وتغيير حال البلد نحو الأفضل من أمن وازدهار. نعم أستاذ عبد الكريم، شكرا لك. أستاذ حيدر الساعدي، لماذا فشلت الحكومة في إخماد ثورة تشرين وكل التظاهرات المطالبة بإسقاط نظام المحاصصة كلما حاولت يعني إفشال وإخماد هذه الثورة كلما عادت من جديد لتطالب بتحشيدات مليونية ومصرة على تحقيق مطالبها بإسقاط النظام السياسي؟ يعني حقيقة الشعب العراقي هو معروف يختلف عن بقية الشعوب، لأنه الشعب العراقي هو عنيد شوي بعد، فما يفيد وياه القتل الممنهج، ولا بالعكس إنه هذا يزيدهم إصرار وعزم. وشفتوا بعد مقتل الشهيد إيهاب الوزني، نعم، الشعب العراقي شلون كله يتضامن وياه، لأنه هو شعب العراقي هو أصلا شعب عنيد ومصر وشعب شجاع. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي دا يشتغل بها هسه الكاظمي، دا يحاول ينفذ لهم أحد جزء من مطالبهم، بس ما دا يضرب الرؤوس الكبيرة بالفساد. اليوم بالذيقار مدير بلدية الناصرية اللي مختلس هو 10 مليار سلم نفسه للقضاء، لأن هذا أحد مطالب المتظاهرين إنه تسليم القتلة والفاسدين. بس هذا ما راح يغير اي شيء بالنسبه لثوره تشرين، لان ثوره تشرين هي طلعت لتغيير النظام، الشعب يريد اسقاط النظام. ارجع على سؤالك انه ليش ما قدروا انه يسكتون الشعب العراقي؟ الشعب العراقي ما يسكت ولا راح يسكت ولا راح يسكت. نعم استاذ حيدر السعدي. استاذ حسين السبعاوي، يعني من وجهه نظرك، يعني هل ممكن ان تتراجع الانتفاضة؟ يعني رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عندما يقدم بعض يعني أو جزء من المطالب للمتظاهرين، منها مثلا مديرية أو مدير بلدية الناصرية عندما يسلم نفسه للقضاء بقضايا فساد، هل تعتقد بأن هذه المحاولات ربما تدعو إلى تراجع هذه الانتفاضة؟ لا الأمر ليس كذلك. الموضوع هو تغيير نظام بنظام سياسي جديد وليس بأشخاص جدد، والموضوع استهداف رؤوس الفساد وليس أفرع الفساد. الثورة ستستمر
وستكبر حاضنتها، وأكبر روافد للحاضنة الثورية هي الرقعة الجغرافية والعدد النوعي لها، العدد الشبابي، الطلاب والنساء مثل ما تفضل الضيف هو أهم رافد للثورة ولحاضنتها. زيادة اتساع الرقعة الجغرافية لها هذا أيضا من الروافد المهمة للثورة، وأعتقد هذه هي واحدة من الوسائل، وللثوار وسائل كثيرة، إذا ما زاد القمع ممكن أن يلجأوا إلى وسيلة أخرى ووسيلة العصيان المدني، وهذا أيضا يشل النظام بكامله. المقاطعة للانتخابات المقبلة هذه وسيلة من وسائل شل النظام، والعصيان المدني هو على الطاولة بالمناسبة. يعني من وجهة نظر الكثير بأن مقاطعة الانتخابات لا تقدم ولا تؤخر، لأن أساسا المهنتخابات السابقة تمت مقاطعتها ولم يحصل شيء. احنا نتكلم لازم عن شرعية وليس عن أداء. الانتخابات المزورة فاقدة للشرعية، الانتخابات الذي يحمل فيها السلاح فاقدة للشرعية، الانتخابات الذي يكون فيها المال السياسي الفاسد فاقدة للشرعية، الانتخابات الذي يقاطعها الشعب بنسبة 80-90% فاقدة للشرعية. لا نتكلم عن إعلام عراقي فقط يروج لها، أنا أريد نسبة مشاركة ونزاهة هذه المشاركة، وبعيدا عن السلاح والمال السياسي، واللي يعطيني أي واحد مثل هذه الانتخابات حتى أتكلم عن شرعية. احنا نتكلم عن شرعية. لهذا السبب أنا أعتقد أنه المتظاهرين لديهم وسائل عديدة، وسيلة التظاهر هي واحدة من هذه الوسائل التي يعملون عليها، وسيلة العصيان المدني وأعتقد هي على الطاولة موجودة بين قيادة التظاهرات، هذه تشيل أركان النظام بكامل. هل ترى بأن هناك ربما دعما سيكون في سبيل ذلك من قبل الموظفين في المؤسسات داخل الحكومة في العراق؟ أعتقد سيحرج كثير من الموظفين النفعيين كما حصل في سابقا في 2020، بداية 2020 بعض الموظفين قلة داوموا، أما البقية أغلقت. الآن الانتفاضة في 2021 ليست ك2019. نعم. ذكرت قبل قليل أنه مدير بلدية قدم أو ذهب بنفسه إلى القضاء. نعم. تصورت المتظاهرين إذا دعوا إلى العصيان المدني هل سوف يذهب إلى الدوام أتباع مدير مثل هذا مدير البلدية؟ جواب لا. لهذا السبب أنه نقول هذه التظاهرات هي عصية على النظام لا يمكن كسرها أبدا إلا الاستجابة الكاملة لمطالبها، والاستجابة مستبعدة من هذا النظام. ما أهمية أن تكون المحافظات داعمة، جميع المحافظات لابد أن تتسع حضرتها كما ذكرت لك جغرافيا، أن تشارك المحافظات الأخرى دعما لهذه التظاهرات، لأن هذه التظاهرات لم تخرج المشروع فقط للناصرية ولا للنجف ولا لبغداد، هي مشروعا عراقيا. إذا لابد أن تتسع رقعتها الجغرافية، ويكون الناس في حتى لو يعني هناك تهديد قمعي بالقتل وإلى آخره أن يكونوا داعمين لهم على مواقع التواصل من خلال وسائل الإعلام التأييد. لا يمكن أن يكونوا أبواق وأدوات للنظام، لأن هذه التظاهرات لا تمثل فئة لا جغرافية ولا عرقية ولا إثنية في أي مكان. يعني أعتقد التظاهرات يعني روافدها متعددة وحاضنتها بدأت تكبر شيئا فشيئا. نعم. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام فيها، ضيفي في الاستوديو الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي العراقي، شكرا لك أستاذ حسين. وأشكر أيضا ضيفي من ستوكهولم الكاتب والناشط السياسي الأستاذ عبد الكريم البياتي، شكرا جزيلا لكم أستاذ عبد الكريم. وشكرا لكم أيضا الأستاذ حيدر الساعدي الناشط السياسي ضيفي من ستوكهولم. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.